محمد السعدي الرقيبي رئيس جمعية الساقية الحمراء للتنمية والتواصل بإقليم خمسات. جئنا إلى مدينة سلا للحضور في هذا المهرجان أو هذا الحفل الفني المتميز الذي أقيم بها بمركب ثقافي الملكي تحت رئاسة المنظمة الدولية لدعم حكم الذاتي بالصحراء. كان حفلا متميزا، وجاء معنا من مدينة خميسات السيد كاتب العام للجمعية صلاح الدين الرقيبي والمستشار الإعلامي للجمعية ياسين الحاجي. وحنا دائما في أي حدث كنحضروا فيه لأن هذا واجب وطني، وحنا مستعدين كل استعداد ولو يكون في أي دولة من الدول نشولوا، وحنا مستعدين. ودائما الصحراء المغربية ونحن تحت السياسة الرشيدة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله.